الله يسهل على الجميع، الله ييسر الجميع. انسان رزقو غايجي شال عنده الانسان. كيف ما ذكرت لكم ونعاود نذكركم، الانسان ما يتعلقش، ما حاولش انه يمشي اكثر من المستطاع ديالو. لا، الانسان يمشي غير بشويه عليه، الانسان يمشي الى قد جيبو. نحن مشاهدين الكرام، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد هنا من مدينه الدار البيضاء. كما جرت العاده كنقربوكم اكثر من الصوره، كنقربوكم اكثر من الاجواء. الرحبات راه عامرين، السواق راه عامرين، واحد الحاجه اللي ولات قليله خصوصا هنا وسط كازا، هي الكراجات كاينين قلال ولكن عليهم سحام، عليهم واحد السحام اللي كبير وكبير وكبير بزاف. وتتبعوا معنا من خلال هذا المباشر من البدايه ديالو شحال ديال السحام كاينين كياطن. نشوفوا كراج عامر عليه السحام، نشوفوا معنا تبارك الله. هما الناس استخدموا الحولي من الكراج او عتروس هذا، يعني كيشبعوا فيه مجموعه من الحوايج، عتروس حواله غتلقاهم في الكراجات. كما ذكرت لكم الكراجات اللي ولاو قلال مشاهدينا الكرام، حاليا كتواجدوا بشارع النيل، هو كراج اخر عليه السحام، يعني ماشي غير الرحبات ماشي غير السواق، الكراجات تما عليهم واحد السحام تبارك الله. كاين اللي كيفضل ياخذ من الكراج حدا دارو بلا ما يتعذب انه يمشي لشي بلاصه بعيده ويقلب شي بلاصه بعيد، خصوصا دابا ما عرفتش بعد درجه الحراره وحنا على ابواب عيد الاضحى. اليوم اثنين العيد ان شاء الله يوم الخميس، دخلنا الله سبحانه وتعالى بالصحه والعافيه. راه نقولوها البيضاويين كيسارعوا الزمن، كيسارعوا الزمن باش انهم ياخذوا الاضحيه ديالهم. طبيعه الحال كاين الغلا هذا العام، وتبعتوا معنا من خلال اللايفات على قناتكم شفتي عفوا شحال ديال الغلا كاين، ولكن كما ذكرت لكم الانسان يمشي على قد جيبو. كاين سحام في كراجات مشاهدينا الكرام، انا كنقربكم الاجواء. اي واحد باغي يخرج وما خداش الاضحيه ديالو باغي يخرج عيد، راه كاينين الكراجات، كاينين بالضبط في شارع النيل. كلشي كيقلب على الكراجات اللي حشو ولاو قلال، راه بغيت نذكركم مشاهدينا الكرام راهم كاينين غير هما قلال. حاليا حنا كنتواجدو في شارع النيل، كاين شويه السحام عليهم. بقاو معنا مشاهدينا الكرام على المباشر، بارطاجيو باش اللي ما عارفش ان الكراجات راه كاينين وصلوا الميساج، وصلوا حش الناس عشاقتو انا صافي الكراجات تقطعو هنا في كازا، ولكن مازال ها هو